بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء وقيم تتراوح من 3 ل 4 درجات. الطقس هيكون مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف دلوقتي تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، طمنينا على حالة الطقس النهاردة، وهل في ارتفاعات تانية في درجات الحرارة في الأيام اللي جاية؟ بالفعل يمكن احنا بدأنا اليوم ارتفاع في درجات الحرارة، هي ارتفاعات طفيفة بحوالي 3 إلى 4 درجات عن الأيام الماضية، هنحس بها بشكل كبير خلال فترات النهار، وده بسبب تأثرنا بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية. الكتل دي مرتفعة في درجات حرارتها، بالإضافة كمان في زيادة لفترات ارتفاع أشعة الشمس خلال فترة النهار بسبب تأثرنا بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا. فبالتالي اليوم العظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية، ذروة الارتفاعات هتكون غدا الخميس إن شاء الله، للمتوقع فيها العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 32-33 درجة مئوية خلال فترة النهار. المناطق اللي هتحس بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير هي محافظات شمال وجنوب الصعيد، لأن العظمى فترة النهار على محافظات جنوب الصعيد توصل ل 40 درجة مئوية خلال فترة النهار. فبالتالي أجواء اليوم هتكون أجواء حرة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأيضا محافظات شمال الصعيد، أجواء مائلة للحرارة على سواحلنا الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار. خلال فترات الليل أول ما أشعة الشمس بتغيب بيحصل طبعا انخفاض في درجات الحرارة، لكن فترة الليل خلال الليلة دي والليلة اللي جاية إن شاء الله هيكون فيها تحسن في درجات الحرارة عن الأيام الماضية، لأن متوقع الصغرى فترة الليل توصل 19 إلى 20 درجة مئوية خلال فترة الليل، فأجواء فترة الليل هتكون أجواء مائلة للبرودة في المناطق الشمالية، نقدر نقول معتدلة في المناطق الجنوبية خلال فترات الليل وخاصة في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، بالإضافة كمان إن هيكون في تكون شبورة مائية فترة الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من الصحات المائية، لكن هي شبورة مائية خفيفة بتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، بالإضافة كمان إن احنا مع فترات المساء وساعات الليل هيكون في نشاط للرياح ونشاط نسبي للرياح مش قوي، هيساعد بشكل كبير على احساسنا بانخفاض درجات الحراره فترات الليل والاجواء الربيعيه، ومتوقع استمرار ارتفاع درجات الحراره او الاجواء الحاره دي حتى مطلع الاسبوع القادم ان شاء الله. الذروه بتاعتها احنا قلنا الخميس مع يوم الجمعه والسبت هتوصل ل 30 درجه مئويه، لكن هنحس بالاجواء الحاره. نقدر نقول لكل الساده المواطنين بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة، القيادة تكون بهدوء تام فترة الصباح الباكر أثناء تكون الشبورة المائية، ونخلي بالنا من نوعية الملابس فترات الليل لأن لسه في برودة في الجو خلال فترة الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر. تمام، بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا بقى دلوقتي مع بعض نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى هي 31 والصغرى 19، وفي العاصمة الإدارية نفس درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19، في الإسكندرية 25-17 وفي العلمين الجديدة 25-16، مطروح 24-15 ودمياط 24-18، بورسعيد 23-19 والإسماعيلية 31-18. لو رحنا السويس هنلاقي درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19، أما في العريش 25-17، كاترين 24-8 وطوبة 30-18، في حلايب 28-20 وفي شلاتين 32-22، شرم الشيخ العظمى فيها 33 والصغرى 22، أما في الغردقة فالعظمى 32 والصغرى 21.
في الفيوم درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18، أما في بني سويف نفس درجة الحرارة 32-18، ولكن في الوادي الجديد العظمى 35 والصغرى 20، في أسيوط 33-17 وفي سوهاج 33-18، في إنا 34-20 وفي الأقصر 34-20 أيضا، أما في أسوان فالعظمى 36 والصغرى 21. ودلوقتي هنرجع مرة تانية لجمانة وعبد الصمد عشان نعرف إيه أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة. عودة ليكوا تاني جمانة وعبد الصمد. شكرا لك يا هلا.